مالك والمدرب رائد أبو جبل والخيال أحمد أبو جبل. بيقول لا يحطينه نمرة واحد، هو هذاك نمرة واحد. كل من بريق عبيان ابن الفحل بريق الامل الام عبيان المالك والمدرب عوفر براز والخيال اياس ابو جبل. بتطول بالهاي مجيد الام بي حوران للمالك عبد الله ابو العز والمدرب ماجد ابو حسين من قريه بير المكسور والخيال علاء غريفات. الرابع لادخال الى جهاز الانطلاق، لحظات معدوده على اطلاق الشوط الرابع. كل من بريق عبيان ومكتوب فعلا اخواني ينطلق الشوط الرابع على بركه الله. مكتوب مع الخيال على غرفات يتصدر على بريق عبيان بنصف الطول. الامهر الان بالمرح الاولى من السباق. بريق عبيان ينتزع الصداره من مكتوب. الامهر الان بدخولها الى المنعطف الاول. ما يزال بريق عبيان متصدر على مكتوب بدخولهم الى المنعطف الاول. الامهار الان ما بين المنعطفين. بريق عبيان الان متصدر على مكتوب بمسافة تزيد عن ثلاثة اطوال. مكتوب يأتي من الخلف مع الخيال على غرفات، لكن بريق عبيان مع ياس ابو جبل ما يزال متصدر. بسم الله ما شاء الله، بريق عبيان متصدر على مكتوب بمسافة ثلاثة اطوال. بريق عبيان بالمرتبة الأولى مع الخيال ياس أبو جبل ومكتوب. بريق عبيان حصل على المرتبة الأولى للمالك والمدرب عفر براز والخيال ياس أبو جبل. إذا إخواني الأخ توفيق مرسات أبو خالد يسلم كأس المرتبة الأولى لأصحاب الملاك المهر بريق عبيان عفر براز وجمعة خفاجة. صورة تذكارية من موقع النورس. مبروك لأصحاب هذا المهر. مكتوب حصل على المرتبة الثانية للمالك عبد الله ابو العز والمدرب ماجد ابو حسين من بير المكسور والخيال علاء غريفات. الاخ توفيق مرسات ابو خالد يسلم كاس المرتبة الثانية للحصان مكتوب ولملاكه عبد الله ابو العز من قرية بير المكسور. صورة تذكارية من موقع النورس. اهلا وسهلا بكم من الاحسن منهم ان شاء الله.